ساتر يا رب يا ساتر يا رب. في ايه بس؟ الواحد ما بقاش عارف، كل يوم حادثة حادثة، الواحد مش عارف في ايه. كل يوم حادثة حادثة، استرها معانا بس يا رب، يا رب استر يا رب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، شفت؟ إيه ده؟ حادثة يا عم، أنت يا عم خيمر، يا بواب العمارة يا زفت، أنت يا عم خيمر. أيوه أيوه أيوه، أنا جاي أهو، جاي 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 جاي. بس ما تقولش، انا اقول لك في حادثه صح؟ وعرفت منين؟ بهانة مراتي قالت لي صباح الخير، هي تقول صباح الخير تقوم حوادث. يا مخيمر! ايوه يا بهانة. انت فين يا مخيمر؟ انا قدام باب العماره يا بهانة. انت فين؟ صباح الخير يا مخيمر. ما تقوليش صباح الخير، العربيتين دخلوا ببعض، هينزلوا تحت الارض. اسكتي. امال اقول لك ايه؟ صباح الزفت والطين على دماغك. ما تقوليش اي حاجه فيها تحيه. اقول لك صباح النور. اربع حالات تسمم واثنين لوز. امال اقول لك ايه طه؟ اسكتي، ما تقوليش. اصحي الصبح وقولي ها. اقول لك ايه؟ ها. طب افرض نايم وعايزه اصحيه. صحيني. ها ها. مش انما بتفتحي حنكك بيحصل حوادث. يوه، هو كل يوم في نفس المكان ده حادثه؟ معلش معلش يا اهل الشارع، ما حدش يعمل في المكان ده حادثه. بكره ايه رايك بكره نعمل حادثه هنا، ولا نعملها هنا وننزل بورك حائط مع فاصه شيء كده؟ هتتريق عليا يا مخمر. ما انت يعني اللي معصبك في مكان الحادثه. انا اقول لك الحادثه دي مش عربيتين خبطوا في بعضيهم؟ يعني في ناس اتعوروا، هيجروا لك شيل الناس دول وحطهم في مدخل العماره، صح؟ صح. والناس دي دم هيسيح على الارض، واللي طالع واللي نازل يحطه يده كده اهو في الدم ويعمل لي كده اهو في الحيطه، وانا انضف في الارض وانضف في الحيطه. يحط يده في الدم ويعمل كده اهي في الحيطه؟ ايوه. ما يكتبوا بقى حج مبرور وذنب مغفور. دي حادثه مش رحله عمره. دي حادثه. ايوه حدش، يعني عربيتين خبطوا ببعض مش هيزغزغوا بعض. اصل انا بحب منظر الدم قوي. انت سفاح؟ لا انا حشاش. بص يا هشام، حادثه دي بتتقال بتكشيري. طب استنى كده اجربها تاني، استنى كده. دي حادثه. انت كده عامل حادثه يا هشام، اهدى كده. في بلد؟ بص العربيتين عاملين ازاي، وايه الشغله ماشيه ازاي، يا تسرع يا تسرع، ايه الشارع يخلص. هي دي سرعه يا هشام؟ شفتنيش انت حدانا في البلد، كنت اسوق الداموسه اقعد اخمس بيها اخمس بيها لحد ما تنزل زبده. ايام والله شجاعه. والله العظيم ثلاثه وربك اللي خلقك، احنا المفروض نسيبهم كده في العربيات لحد ما يتعجنوا. يا مخيمر إيه؟ تعالى يا عم بسرعه لحق الست. يا ست الست عماله تنازل، يلا بسرعه. يا رب بالراحه عليها يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه بالراحه. استر يا رب. تعالي يا اختي. يا رب ارزقنا كل يوم حادثه. مش قادره انا اللي مش قادر. يا مؤاخذه ايه الانفلات الامني اللي انت فيه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اعوذ بالله من الخمس الخبائث. اعوذ بالله من الخمس. انت داخله حمام؟ ما هو اصل ده مش وش خالص. انت ما شفتنيش قبل الحادثه، كنت شبه احمد عز والله. ايه بس الخضه بس يا هاني. ربنا يسامحك يا شيخه، ربنا يسامحك، صحتيني من حلم جميل. انت كنت بتحلم بايه؟ كنت بحلم بالبنت اللي بحبها انا وصاحبي. الله. وهي؟ وهي ما كانتش بتحبنا، كانت بتحب واحد تالت خالص. طب انت عارف مين التالت؟ مين؟ انا. انت؟ يعني انت وصاحبي بتخونوني؟ يا عم زعلان ليه يا عم؟ ده البنات في الحلم رزق. ما انا عارف ان البنات في الحلم رزق، بس ابوها كان ماسك في ايده بالونه. يبقى ابوها ينفخك. قعدت اجري وهو يجري ورايا، انا اجري وشعري يطير، انا اجري وشعري يطير. انت كداب قوي. فين شعرك اللي طار ده؟ ما هو طار. طب يا جدعان الشغله كده مش هتنفع، بصوا الحادثه قدام المحل، وانا كده مش عارف افتح الدكان والورد هيموت جوه، ده ما اكلش من امبارح ومصحى. اتكلم عادل يلا، في مكان هتعرف تعدي منه، في ايه؟ تعالى هوريك. فين اخويا؟ احترم الضيوف. بس بس تعالى يا ست هاني،
اللهم صل على جمالك يا نبي. ايه الحلاوه؟ قال لي ايه سر جمال شعرك يا هاني؟ وبعدها لك يا مخيمه، انت كل ما تشوفني واحده تقول لها ايه سر جمال شعرك؟ ذمه ودين، عمري قلت لك ايه سر جمال شعرك؟ لا، عشان انت مش واحده، انت زميل المهنه. بقى انا الحلاوه اتجوزك انت؟ اني داني كنت موقفه شباب البلد على رد. طبعا مش كنت بتبيع عيش، كانوا واقفين يشتروا. واقفين يتفرجوا على جمالك يعني. اتلم يا مخيمة. مش هتلم. اتلم يا مخيمة بدل ما لمك قدام الناس. خلاص اتلميت. ولا ولا ولا. هشوم يا سيد، هشوم يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد. سيد اللي عم تندهي عليه ده يا ست فاكيها، مالك؟ فيه الزنبلوطه دي؟ فرح ده ولا عزا ولا طهور ولا ايه ده يا بنتي؟ لا دي حادثه بعيد عنيكي. وبعيد عني لينا؟ تحت منا ايه؟ نعمل لك ايه يا ست فاكيها دلوقتي؟ طب والنبي شوفي لي محمود جوزي تحت العجل، قال انا دايما بدعي له. لا يا ست فاكيها دي حادثه من بره الشارع، والست ده هي اللي عاملاه. البت اللي هناك دي هي اللي عملت الحادثه؟ ايوه دي فورتيكا. جرايه يا عم اللمبي، مالك؟ البت مزه وحلوه وطعمه، سيبيها في حالها. لا انت ما شفتنيش ايام زمان، ده انا كنت قمر ولا نجاح الموج. انت عايزه مني انا ايه دلوقتي؟ والنبي اما تشوف محمود جوزي، اله يا رب ينفخ كرشه ويشفط شفايفه والارداف يا رب يعني انحتها كده. ايه ده؟ ايه ده؟ فين ده؟ عند مركز التجميل اللي على اول الناصيه. بقول لك ايه، خشي دوا بدل ما اديكي 100 بلغه على وشي. يا سلام على حنيتك وطيبتك. بس عشان بضعف قدام نظرة عينيكي. يا سلام، فينك قبل ما اتجوز الصرماتي؟ كان زماني مربى وبقد الدنيا. الحمد لله ربنا نجاني. بقول لك ايه؟ جابليني في جنينة الحيوانات الساعة 6. يعني يما تديني ميعاد، تديني ميعاد في بيت أهلي. ايه يا عم ده؟ وبعدها لك امال يا ست فاكيه؟ لم جوزك عمال يتحمرش بيا، هو مفيش ست حلوه تقدر تقف في الشباك كده شويه ولا ايه يعني؟ مالك يا مخيمه؟ ده بتقول لك جنينه الحيوانات بيت اهلها، بنت السلعوه دي ولا ايه؟ لا بنت صاحب العماره، بس سبحان الله ربنا شال من دماغها وحط في لسانها. ما انت قلتي صاحب العماره، ربنا ادى المال وخد منه البنون، ما حدش خد المال والبنون الا احمد عبد العزيز وعمل براعه الصراحه. والمصحف معاده وكل اهدى يا مش بقول لك اهدى يا جدعان. اقسم بالله العلي العظيم لو ما رفعتوا العربيتين دول لا ارفع عليكم 2 اباتريلا ودغدغ الشارع. ايه يا عم هشام؟ ما عدا انت. ايه ده؟ انت بتخاف منها ليه؟ يا عم انت اللي مصدق لي الاحساس ده. اخبار الاموره ايه؟ نجيب حاجه ساقعه؟ او النبي بليز مثلا حاجه فريش، لو اورنج جوس مثلا. ها؟ مؤاخذه انا اسف. ايه؟ فريش وورانج موز ده يا عاملة حادثة عند فرغالي؟ انت لو كملت تعليمك يا هشام تعرف ايه المورنج جوز ده. ايه بقى المورنج جوز ده؟ ما هو الا قليل من المورنج مضاف عليه 5 مللي جرام من الجوز. يا ريت مخرجنا يخش لنا زوم على الكوبايه. لو سمحت يا شيف. ايوه. ممكن اعرف طريقه عمل عجينه البيتزا؟ الاولاد عندي بيحبوها. لا مؤاخذة شيف شربين، أنا آسف معلش. لو سمحت، هو طريقة لف الكروم بنفس طريقة لف السجاير ولا بتختلف؟ معلش ستانم، أهل الحارة بس بيرحبوا بيكي. ما خلاص يا دمع عمار، ما حد يروح يجيب حاجة ساقعة من عند عم علي وعلي، ويا عم عبده روح هات الكرسي اللي عنديهم ده. هو أستاذ عبده احترم نفسك، انت مربى واب. يعني ايه مربى واب؟ يعني تروح السوق تجيب الخضار، تجيب خيار، تجيب كروت شحن. انت مربى واب. يعني ايه مربى واب؟ يعني شايفاني التهذيب؟ عمال يقول لك مرات زيف تسكتي، خليتي بورسي يتريق علينا. ماشي، عايزين الكرسي ده؟ ايوه اهو. ايدك يا دي عبده من على الكرسي لا تهالك. جري يا غجر في ايه؟ مفيش احترام للأشياء ولا ايه؟ لا معلش يا عم علي معلش، بس احنا والنبي كنا محتاجين الكرسي ده ضروري. بس انت ازاي اصلا تمد ايدك على الكرسي بتاعي من غير استئذان؟ غور يا دي عبده من هنا نجر. استاذ عبده احترم نفسك انت بقال.
هات الكرسي بس ثواني، فيه ايه؟ يلا ادخل من هنا، مفيش كراسي، الكرسي ده بتاعنا. لا الكرسي ده بتاعنا يا علي. لا بتاعنا يا علي. بتاعنا يا علي. بتاعنا. بتاعنا. الكرسي ده بتاعنا يا علي. لا بتاعنا يا علي، وانا ممكن اثبت لك دلوقتي انه بتاعنا. الكرسي ده اللي هو ده ولا ده؟ ده بتاعنا اهو. لا ده بتاعنا ده، وانا اثبت لك. وانت اثبت لي ازاي؟ لف كده. انا روايه محترمه، عيب. ده دماغك راحت فين؟ قصدي لف لف عشان اثبت لك. انا لف؟ اه. طب معاك بفرق؟ يا علي لف مش رول. اه لف انا اهو. انت لف. اه احمدك يا رب، انكشفت الحقيقة. شفت يا استاذ، انت بنطلونك سليم يا استاذ، وانا بنطلوني مقطوع اهو. تا 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 تا. دمتش دمتش. ايوه وصلت لدمتش يا علي. ايوه وصلت. طب ويعني ايه اللي قطع البنطلون؟ الكرسي ده يا استاذ فيه مسمار اهو، وانا اللي دقه تخليدا لذكرى صديقي سليمان الحلبي. لا الكرسي ده المسمار طلع فيه طبيعي، وانا ممكن اثبت لك. طب اثبت لي. طب لف لف وانت مغمض عينيك، عشان انا بدل الكراسي وانت مش هتعرفهم من بعضيهم، فتعرف ان الكرسي ده مش هو الكرسي ده. طيب يا سيدي، بس انا علي البنطلون مقطوع، مش هينفع اغمض. غمض عينيك وانا بقول لك غمض البنطلون. اه ماشي، انا بدلهم يا سيدي اهو. اهو فين بقى الكرسي بتاعك؟ ما هو قال هيبدلهم، انا اختار التاني طبعا. اهو الكرسي بتاعي اهو. ظهرت الحقيقه، انا ما بدلتهمش يا راجل يا اهبل يا اهبل يا راجل يا اهبل يا عبيط. الله يسامحك. ايه ده؟ إيه؟ حادثة علي. اه حادثة. ياه ده انا من زمان قوي علي ما شفتش حادثة خالص، عارف من ايام حادثة دونشواي. يا نهار ابيض، بتاعت الزعيم مصطفى كامل؟ اه، اما الزعيم مصطفى كامل وقف في وسط الميدان وقال تسلم الايادي، كان هو والزعيم ابوسي، فاكر؟ اه كانوا هما الاثنين بيغنوا. اه وكان معاهم الزعيم مين التالت؟ هشام عباس. اه يعني انت رايك يا ست هاني ان الباديكير الموف يمشي مع البادي الكارينا الاصفر؟ اصل انا قلبي اتفتح لك وعايزك اقول لك. احكي لي من الاول حادثه. ولا حاجه، انا كنت بتكلم في التليفون وماشيه وفجاه لقيت قدامي العربيه دي وخبطنا في بعض. ما شفتيهوشي؟ لا ما يستاهلوشي. ما هو انا كنت بتكلم في التليفون. مؤاخذة يا استاذة، يعني انا اسف، يعني حضرتك انت اصلا داخلة شارع معفن. ده شارعنا شارع معفن، وبعدين اصلا يا استاذة الشارع ده اصلا وان واي. طب وايه المشكلة دي؟ حرية شخصية. ما خلاص يا عم هشام هتصدعنا. ومشعف مؤاخذة، اقسم بالله والله العظيم مؤاخذة، انا بس بفهمها ومشعف ان هو وان واي، اقسم بالله. هو بيتكلم صح، الشارع ما تجيبي بوسة يا هاني. اتلم يا مخيمر. حاضر اتلميت. طب ما تكلمي اهلك على الموبايل. ايوه انا عايزه اكلم مامي وبابي، يعني عايزه اقول لهم اللي حصل في الحادثه، بس انا عايزه الموبايل بتاعي. ما تشوفيه فين الموبايل؟ شوفيه فين؟ فين؟ مش لاقيه الموبايل. ايه مش لاقيه الموبايل؟ ليكون السرق. موبايل السرق. موبايل بتاعهم اتسرق. فاكر الموبايل بتاعك يا علي لما اتسرق؟ لا موبايلك انت اللي اتسرق يا علي. لا موبايلك انت يا علي اللي اتسرق، انا فاكر. لا والله موبايلك انت، انا موبايلي في جيبي اهو. ده موبايل انا اللي في جيبك اهو. موبايلك انت ازاي في جيبي بقى؟ اهو اهو بص، مكتوب عليها اهو انا نمرتي، ومكتوب عليها انا. اه ده متسجل انا. اه انا. لو ده موبايلك كان هيبقى مكتوب انت. ده موبايل انا، موبايلك السرق يا راجل يا اهبل يا اهبل. ده موبايل اهو، لو حد عايز موبايل الموبايل موجود اهو.
بس 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 الموبايل طالما اتسرق يبقى نتفتش. احنا فعلا كلنا نتفتش، وعم علي وعلي هو كمان هيتفتش. ايه ده؟ لا بص انا ما اتفشتش. لا انا اللي ما بتفتش. انا اللي ما بتفشتش. لا انا ما بتفتش. وانت اتفتشت زمان لما كنا بنجيب البتاع. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه علي اللي عملت ده يا علي؟ ايه علي في ايه؟ انا مالك يا علي؟ انت ما عندكش قلب يا اخي. ايه اللي حصل؟ كده علي، كده علي خلصت التودو. يا علي ما انا كنت جعان يا علي. وانا قلت لك اللي بحبه. اقعد اقعد. احنا لازم كلنا نتفتش، اكيد اكيد وسط الحادثه واحد لقط كده ولا كده. احترمي نفسك يا ست. انت بتتكلمي ازاي؟ ده انت مربى واب. خد خد هزك فيا، كله بيهزك. بص مراتك بتقول ايه؟ شفت شمتت فينا عبده كاستور ده؟ استاذ عبده احترم نفسك يا ولد، انت مربى واب. اقسم برب العزه وعز الجليل الله، في نص ساعه لو ما طلعت الموبايل ده لاجيب لك وشك ست قطع. في حدا يا مخمر؟ لا مفيش مفيش، ده انا بس كنت عايزه يعلمني ازاي احول زبده الجاموسه جبنه مثلثات. هتقول لها في مفيش حاجه يا عم، اروح اشوف الموبايل. روح حراي. انا ميرسي 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 بجد. انت فعلا حد رجالي قوي. الله يخليك. استاذ صح، انا حد رجالي او في مني بني برباط. لا انا قصدي ان انت جد قوي. لا استاذ انا جد بس خاطر العالم دي ما تاخدش عليا، انما انا مع النسوان عاسم. اقول لك نكت، بقول لك مره واحده سعيديه. ما خلاص يا عم هشام. طب اقولها لك اما تمشي بقى. عارفه يا مازمازيل، انا ربنا اداني كل حاجه الا رقم تليفونك. الا قولي لي يا ست هانم، هو حضرتك كنت رايحه شغل دلوقتي؟ لا انا كنت مروحه. نعم مروحه البيت الساعه 7 الصبح. المشكلة 7 الصبح؟ مروحة 7 الصبح يا علي؟ مش بتشتغل ايه دي؟ أكيد ما دام مروحة 7 الصبح تبقى أكيد ممرضة. ليه بس كده يا علي تسيء الظن بالناس؟ ما ممكن تكون شغالة رقاصة يعني. والله ممكن، ممكن مثلا تكون رقاصة وبتدي حقن؟ ممكن يا علي ممكن. اصل انا كنت سهرانة عند مهند. في الشقة ولا في المسلسل؟ طب كلمني بعدين بقى. لا انا كنت سهرانة عند مهند في شقته. ودي في الحلقة كام؟ اقسم بالله اكسر الموبايل، اقسم بالله. على فكرة مهند ده يبقى ابن عمتي. قولي والمصحف. بس 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 لقيت الموبايل. الحمد لله يا هانم، فلوسك حرام. امسك يا هانم، واحد اثنين ثلاثة. بسم الله ما شاء الله حيدك مرزقة قوي، ضاع واحد جه ثلاثة. طب ده كده مش هيتصل. ليه ناقص حتي؟ تعالي تعالي يا بنت اتصلي من عندي انا، من هنا الدقيقة بخمسة جنيه. لا تعالي اتصلي من عندي والدقيقة بأربعة جنيه. ايه ده يا علي؟ طب عليا بقى الدقيقة بخمسة جنيه. طب عليا أنا بثلاثة جنيه. طب بالعند فيك يا علي بقى اديها بخمسة جنيه. طب اديها ببلاش وتعالي وخدي 10 جنيه. حرام عليك يا عم علي وعلي الاستغلال ده. هو ده وليه لسه طالعه من وسط الحادثه؟ خلاص بقى يا جدعان خلاص انا هحلها يا جدعان. خد اختي كلمهم من عندي، كلم امك بقى تجيب ونش وترفع العربيتين دول عشان اشوف اكل عيش، وحددي لي معاها ميعاد. بقول لك ايه يا اختي، انت بتؤمني بالحب من اول حادثه؟ بص اصل انا مش حافظه رقم مامي. حافظه رقم امك انا عشان الباقه بقى؟ حافظه انا حافظ رقم امك. تعالي تعالي. ما دي امها اللي هي ام هناء، عارفها؟ لا دي امها ام شيرين يا علي. يا عم ام هناء وانا مسجل نمرتها عندي في الاجنده بتاعتي. لا يا علي انا مسجل نمرتها ام شيرين في الاجنده بتاعتي. ام هناء يا عم تعالى اوريك الاجنده وانت تتاكد بنفسك. وريني يا سيدي. تعالى تعالى. انا مش حافظه رقم مامي لان انا كنت مسجلاه على الموبايل. ما انت غريبه يا ست هانم، حد يسجل رقم امه على الموبايل؟
تلومك. ايه يا عم؟ هو ده بقى بيتك بقى اللي انت بتطلع عينين عليه من الصبح؟ عمار يابا. ايوه يا دو، هو ده البيت بتاعي يا. انت اسمك ايه؟ انا اسمي اللول. اسمك اللو؟ ايوه اسمك اللو. هات يا عم حساب التوك توك. ايه دي؟ دي التك توك. تك توك؟ التك توك. انت فلاح؟ لا ده شيفروليه. دي شيفروليه؟ ايوه. ازاي يا ده الشيفروليه كبيره؟ مش في سامسونج كبير؟ وفي سامسونج صغير؟ دي شيفروليه الصغيره. دي سمارت يعني؟ ايوه. يا ولاد الذين، عاملينها صغيره عشان الزحمه؟ طبعا. عبار يا ما. اسمها مصر يا ابني، مصر. ده انتوا عالم فاضيه بقى، ما وراكوش شغل تقعدوا تقولوا مصر مصر، انما احنا بناكل نص الكلام. يعني احنا مثلا نقول يا حما يا محمد خو. فين يا ابني حرف الدال يا ابني؟ يا دي افهم يا، ما احنا نقول يا حما وفي الدلة فلع على الجتا شوف اكل عيش. يا سلام. امال انت اسمك ايه؟ محمود. اشمعنى دي قلت فيها الدال؟ يا دي افهم يا، ما انت عشان قريب مني، انت عارف انت لو بعيد شويه هتقول لي يا محمود. صدق انت عيل عاه. انا عيل عاه؟ طب لو راجل كملها عبيط. انا عبيط؟ واهبل وهتتلف بالجسمه. مات. طب اقول لك امشي من هنا يا بدل مقلبك زعاف. طب تمسك شعري؟ امسك شعري ربنا انا اضربك. ايه ده؟ انت بتضربني؟ ايوه اضربك. انا مش هضرب، انا هاذيك في اكل عيشك. لا اهو. لا اهو اضرب كمان وكمان، هطلع لك في كل مكان. بس 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 خد خد. تعال تعال يا اسطى دباني، تعال تعال يا اسطى يا اسطى تعال. استنى. ايه مش عارف تسوق؟ تعال يا اسطى هتضيع وقت. يلا يلا يا حبيبي يلا يلا. يلا انا مكتوب لي مكتوب لي الشقه معاك يا حبيبي. يلا يلا كبرت في امها. بس 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 ماشي يا اولاد اللذين. يلا يلا اوعى اكو تحكت يا. يلا يا حبيبي استنى يا. يلا هتحكت يا. ايه ناقصين تعب احنا وفرهضة على الصوت. اجي خد يا حبيبي تعال. ايه ايه ده ما بجيكت. ايه الطفل السمج ده؟ اهدى يا. ماشي ماشي. اللي مهما ما معزه واقفه قدامي. ماشي ماشي. ايه ماشي. انت طيب يا دم خمر انت يا. الله يخليك. طيب والله، بس انا نفسي افهم حاجه. اني وانا طالع وانا نازل بلاقيك قاعد تحت على دكه، انت شغال ايه؟ اني المهندس اللي باني العماره دي. ماشي جدع يا. انت بقى اللي عندي بقى لك شهر طالع نازل، الناس تقول لك يا بروفيسير يا حلال المشاكل، وكل اللي اعرفه عنك انك جوز بكيها، انما انت شغال ايه؟ سرماطي. جزماجي يعني؟ اه. طب انزل يا جزمه امسح رجلي. انا امسح رجلك انت عبيط؟ ايه دي؟ دي رجلي. دي رجلك؟ امال دي ايه؟ عليا النعمه رجلك انضف من وشك. ايه دي بتضربني على قفايا؟ ايه ده ده قفاك؟ امال دي ايه؟ لا ليا في القفشات السريعه. عمار يا ما. عمار يا ايه؟ يا ما. لا قول يا مصر بدل امن الدوله ما يخليك تكملها. مش احنا مش في وقت ضحك ده. ماشي. إيه انت يا هشام بتسرق ايه يا هشام؟ واد يا هشام انت عبيط، انت هتعمل لنا فيها هشام الحرامي يا. اما مش هنقول.
انت اصلا شرماتي اصلا ما تعرف تعمل حاجه. بس هو ده هشام اللي بتشتمه مش ده اللي عم تمدح فيه؟ انا هشتمه بمزاجي بس هو في الحل وفي المشاكل بيحل. خلي بالك انا صدرته في 5 مشاكل حلهم لي. ده يحل مشاكل؟ ده بيقول نص الكلام. يا عم انا بدخله في نص المشكله. طب بص يا عم البروفيسير، قول يا. احنا عندنا مشكل دلوقتي. قولها. في عربيتين طقشوا ببعض قفلوا لنا باب العماره. ونجم الحادثه دي الست الاموره دي. بس انت ايه رايك في المشكل دي؟ بص رايي بكل بساطه يا ما حدش خد باله ان العربيه الثانيه ممكن يكون راكبها بني ادم مثلا مش جن. انت بتتكلم في انا قلت لك ده اول دفعته محو اميه ما حسدتنيش. ايوه بيتكلم صح. تعال نشوف. تعال نشوف ياد بسرعه. يا داهيه ايه ده؟ يلا بينا يا جدعان، يلا بينا. ده مغمى عليه، ده اوفر دوز، شكله شرب ياما قوي. لا يكون مات، شكله مات. والله ما قتلتوش، عملتش حاجه. انت عبيط يا ما، يمكن عايش. صح يمكن عايش، امال ايه المشاعر الفياضه دي؟ لا لا هو اكيد عايش لان انا شفت صدره طالع نار. لا يبقى بيلعب ضغط، عايش عايش. يبقى بكره عنده بطن. كنت تعالى يا تعالى هنا يا تعالى. عايز ايه يا عم؟ تعالى هنا يا، يلا روح انده الاسعاف. طب ما اتصل بيهم بدل المشوره وغلاوه امك يا استاذ. يدوا في الشارع اللي ورانا يا متضايق ولا. طب اقول لك خد شريط الترامادول ده ياثر عليك المشوار. احلى مسا عليك يا استاذ، في ثواني الاسعاف تكون عندك. يلا احلى مسا يا استاذ. ماشي. بقول لك ما تخليني اعمل اي حاجه واديني شريط عمرو دياب الجديد. شفت الايام؟ لا والله انا سمعت، اللي يسمع خلي يشوف. طب اقول لك على حاجه، خد دي طلعها الفاكهه فوق. يا سلام عز الطلب، جاي لك يا فاكهه كده كله مشي، ما فضلش غير البت بهانه دي. امشيها ازاي يا مشاه بهانه؟ ايوه تعالي 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 يا بهانه بسرعه يا بيه تعالي. نعم. روح هاتي شاي مليجي اللي بيروح ويجي. عندي دو. عندك دو؟ بتعجزيني. طب روح هاتي حشيش افغاني. عندي دو. افغاني؟ ايوه. معايش بفره. عندي دو. انت فاتحه دلاب؟ اعمل لك ايه؟ ايه يا بنت في ايه؟ طب اقول لك على حاجه. ايه؟ عارفه جوزك مخمر ده؟ ايوه. بيخونك. مخمر بيخوني؟ مع مين؟ مع مراتي. وانت عارف؟ ما الاتنين زومبي اصلا ما يتخافش منهم. اني هعمل لهم ايه؟ يعني مفيش في قلبك نحراره يا بيه؟ اهديه. ايه؟ اهدي يا بيه، ما خدتيش بالك من الجرح العميق دي؟ ده جرح عميق؟ جرح عميق ده عايش شاش وقطن ومخرخروه ده؟ ومش بعيد كمان نسفرها تتعالج في لندن. يلا يا بنت روحي بسرعه، روحي شاش وقطن ومخرخروه. مين هيحاسبني؟ انا هحاسبك يا ماشي. عندي دو. اهدي. اهلا وسهلا، اهلا بيكي. اهلا بيك. اهلا اهلا، لا حول ولا قوه الا بالله. اسم حضرتك ايه؟ انا فاطمه كردي. محمود الجحش. عندي غيط قصب ومعزتين وجاكيت شتوي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طب بقول لك ايه؟ انت شكلك بنت ناس يعني وطيبه، انت ايه اللي خلاك تخشي شارعنا عكسي وتعملي حادثه؟ بصراحه؟ انا كنت بكلم في الموبايل. وبعدين كنت بكلم واحده صاحبتي. ياه. وهي كان عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه. فبعدين قالوا لي يا فاطمة. أيوة. طفي معانا الشمع يا فاطمة. اسمعي كلامهم يا فاطمة. لسه هاهو. ايوه. العربية ولعت. حرام عليك، أنا لسه ولد ما تفتحش عينيا. طب بقول لك إيه يا فاطمة؟ إيه؟ واللي يحل لك الموضوع ده يعني تعملي له إيه؟ هعمل له كل اللي هو عاوزه. كل اللي هو عاوزه؟ كله. طب أقول لك عيد الحادثة تاني بس آخد دفعة. أنا كنت بتكلم في التليفون. كنت بكلم واحدة صاحبتي. أيوه. كان عيد ميلادها. كل سنة وهي طيبة. وبعدين قالوا لي يا فاطمة. أيوه. ما تطفي معانا الشمعة يا فاطمة. أيوه. لسه هاهو في العربية ولعت. عمار يا ما. طب بقول لك إيه يا بت يا فاطمة؟ أنت دخلت قلبي على فكرة. ثانية واحدة. كده يبقى دخلت الشارع صح. ودخلت قال ميرسي قوي، ربنا يخليك. عمار يا ما. الحاجة هي يا استاذ محمود، القطن والشاش والمكركرو. ايه يا بنت كل ده؟ يا بنت كبرت الموضوع. اقول لك على حاجه، بتتمسح بالايد عادي اهي. وده اعمل فيه ايه؟ دخل ايه دو. استاذ محمود انا روحت للاسعاف قالوا لي مش ولا من هنا ولا غرفه، ده احنا رايحين مشوار مع المطافي.
بذمتك انت رحت الاسعاف؟ لا انا وصلت لغايه رمسيس وما قدرتش اكمل. جدع يا جدع يا استاذ محمود يا استاذ محمود تعال يا بخيمر تعال. وديت الاكل لمرتك والاربع رجاله اللي عندي اخذوه. ربنا يسترها على الاربع رجاله دول، والله بترعب من فاكهه دي. عندك حق. ايه ده يا ده الراجل اللي في العربيه الثانيه بسرعه يا لهوي. يلا بينا يلا. يلا بينا يلا 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 يا حبيبي يلا 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 يلا. ايه ده؟ ده جاي يعمل حادثه ولا يعمل كليب ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده يا باشا؟ ايه النشاط المفاجئ اللي الواحد فيه ده؟ ايه ده؟ حاسس بنشاط؟ اه والله العظيم انا حاسس ان وزنك زاد بعد الحادثه. ايه ده؟ حادثه؟ اه العربيه يا نهار اسود. الله يخرب بيت. ايه ده يا؟ انت كنت راكب ده؟ انا كنت راكب عربيه انما دي بقت بوستر. تعالى تعالى اهدى اهدى اهدى. معلش لا حول ولا قوه الا بالله. معلش كويس انها جت في الصاج. ما انا معيش فلوس اجيب عربيه تاني. معلش انت على لا حول ولا قوه لا اله الا الله. انت لو حابب تنام حبه انا يا طب ما حدش يهمدني. ماشي ما حدش يهمدني. ايوه عشان عربيت يا لا انا عارف الحركات دي كويس. ده انا بهديك يا حبيبي. طب يا جدعان ما حدش يزرزروا بقى يا جدعان. ها ما حدش يزرزروا فيها يا باشا. في يا رايق عادي كله في الشنيش. اهم حاجه الصحه. في ايه؟ ايه ده الواد ده طيب قوي. الله يبارك لك. انت ايه الطيبه اللي انت فيها دي؟ الله يبارك لك يا استاذ. هياكلوك. ما تقلق انشف. حاضر. بص شنبه عامل ازاي؟ ما بيرحمش ده والله العظيم. خلاص انشف كده. اهدى بس اهدى. انت مالك في ايه؟ اهدى ايه؟ منصب في عربية يا جدعان. طب تعالى تعالى منصب في عربية. طب اعمل ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه ده ما تحطش في دماغك خالص. يا رب يا رب محدش يهمد. تمام ينعل الابو شكلك في الارض. يا تحدي كلمك يا انا فاهم الحركات دي. فاهم الحركات اهو ايه اهو. تمام عشان بعرف اعمل الشغل ده كويس. طب يا جدعان بعد اذنكم ما حدش يزرزروا يا جدعان. باشا في ايه يابا؟ في ايه؟ نص رغيف كده ايه ويبقى عيش وتمول. ليه؟ عشان يبقى عيش وتمول بينا وبين بعضينا يا عم. في ايه؟ وعيشك وتمولك ما قادر اكل حاجه. انا مخي ساح والله العظيم من الحادثه دي اقسم بالله. يا عم اهدى حرام عليك. في ايه؟ اهدى ايه؟ ما انا مخبوط في عربيه. اعمل لكم ايه؟ في ايه؟ ايه يا عم؟ ما لازم تعمل حادثه. مش راكب عربيه وانت لابس الخوذه. ايه؟ عمال يفرهدنا ومسكتين. حرام عليك جنداوي يا مفتري. يا عم يستاهل. ده انت مفتري. ايه عمال يعمل لي كده؟ وبعدين بتضرب في الفضيه؟ طب اضرب في المليان. والله العظيم ده وجعتنا انا. خلاص معلش معلش. معلش بس اهدى. معلش يا حبيبي. اهدى عشان مش ناقصين فرهدنا. والله يا عم بجد. لا حسابنا بعد العرض. معلش جت جامده. ايه لا تمام والله متى. ايه ايه يا عم؟ ايه يا عم يا ابني؟ ايه يا ابني؟ ايه ده انت بتفتري عليا انا بس؟ ما هو رزعك بتاع انت بس بتاع مين اللي كان سايق العربيه دي؟ الزفته دي. الزفته دي. معقوله هيبتدوا البوفيه دلوقتي؟ تفتكر يعني هيفتحوا البوفيه بدري كده النهارده؟ غريبه والله العظيم. انت كنت شاربه يا بنت عشان تعملي حادثه زي دي؟ احترم نفسك واتكلم عدل يا جماعه. بليز حد يطلب البوليس. لا لا بس بس خلاص. في ايه؟ مفيش رجاله في المنطقه ولا؟ تعالى يلا هنا. تعالى واهدى كده. وانت بصي طلعها عند الست فاكهه يا بهان. وديها فين؟ وديها عند فاكهه وامرنا الى الله. ماشي يلا بسرعه. تعالي يا اختي.
بس تعالى ريح انت يا باشا، تعالى ريح. مش قادر يا جماعه. اتفضل اتفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. اهدى اهدى اتفضل في الكرسي اهو. انت كده بتوسخه يا متخلف. معلش معلش. وحشني والله. اهدى اتفضل. عامل ايه؟ وجعتك جامد؟ الحمد لله. استغفر الله العظيم يا رب بكل ذنب عظيم. كل يوم الميه تقطع، كل يوم الميه تقطع، دي حاجه يا جدع تجن الجن وتعفرت العفاريت وتحنكش الحنكيش. والله كذب اللي انت بتقوله. ايه الكلام ده؟ ما انا عايز اقول لك اهو. انا عايز دلوقتي اروح الكوبانيه الميه عشان ابلغ، عايز احلق دقني وعايز استحمى وعايز اروح الشغل. خلاص روح الكوبانيه وهم يحلوها. ما انا يا ابني بقالي 7 سنين ما استحميتش، حرام عليهم. معلش روح وهم مفتريين هيحلها لك ان شاء الله. متاكد؟ ان شاء الله. انا رايح اهو. روح. عم شكشك. ايوه. الست عم تقول لك الميه ده. المايه جت، المايه جت، احتكم الامر وهستحب، هستحب، مين الراجل اللي عامل دجله الصابون ده؟ معلش معلش. عايز ايه الراجل ده؟ احنا عندنا شويه متخلفين في الحاره عشان الفرايتي يعني. ايوه ايه ده يا جدعان؟ انت ايه اللي خلاك تيجي تعمل حادثه هنا؟ الحادثه صح؟ العربيه يا جدعان، العربيه. ده مجنون يا ابني. ايه يا ابني؟ اهدى بس اهدى. انا نفسي افهم حاجه واحده بس، انت ايه اللي دخلك شارعنا عكس الاتجاه؟ عكس الاتجاه. انتظرونا يوميا على قناه الحياه الساعه 7. ايه يا ابني وانا جاي مع منى الشاذلي يا ابني؟ في ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا عمري ما امشي غلط يا حبيبي، انا عارف ان انا ماشي صح. واديك غلاه. اديني ايه؟ غلاه. انت لابس جزمه حمراء؟ انت فلاح يلا صح؟ وفيها ايه؟ ما الفلاح صديق الانسان. طب ما تتسائلش عليا، ما تتسائلش عليا. خد بالك ان انا الوحيد اللي بحتضنك وبتيجي عليا. بقول لك على حاجه. ايه؟ تعالى نتاكد من على الناصيه ونشوف لو في يافطه تانيه تعرف ان انت داخل شارعنا عاد. ساعتها هتعرف بس ان انا كنت صح وماشي مظبوط. خلاص تعالى نتوكل. يلا يا حبيبي. يلا يلا بينا يا سلام. يلا خد تمول بقى، خد تمول بقى. والله ما هاخد. يلا بينا. لا شوف. يا محمود يا محمود، هو راح فين؟ سابني وجري ورا الفورتيكا. فين ايام زمان؟ العموم مستنياك، مستنياك يا حبيبي. انا بشوق كل العشاق. بخ صباح وغاشا يا باشا على كل واحد مستنينا. الولعة والكماشة ونزل شيش على جاي خمسينا. سقف على شارع النبهة النام جنبك واصحى وصحينا. سقف على شارع النبهة النام جنبك واصحى وصحينا. سلام والثانية يخرب ويدي الدنيا على ابطال الغلوان وحش مختبية. سبع مسلم فانتا نخش في حق غدانيا. يفتح لي طريق ده وقلبي جاي خاف مني وجنة وضاطة. أغاني الزبالة دي. فين أيام زمان الواحد كان يقعد يسمع أغاني بالأربع أيام الأغنية. بقول لك إيه، أنا عايز حساب التوك توك، خليني أمشي. روح حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك إيه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب ما عمك علي أهو. هات يا عم علي حساب التوك توك. عايز حساب التوك توك؟ حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك ايه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب هو جاي لنا ليه مع عم علي اهو؟ يا جدعان حد يسمي نفسه محمد ويحاسبني. يا ابني المفروض انتوا اصلا ما تاخدوش حساب من الناس في التكاتك دي. والله ليه يعني؟ عشان اللي اخترع التوك توك ده كان بيوصل الناس ويجي يقول له خد فلوس، يقول لهم توك توك مش عايز. ما حصلش. ايه ده يا ابني؟ ما تاخدش فلوس يا ابني، انت توصل الناس بالمقايضه يعني. مقايضه؟ يعني انت تجيب رز نديك بيض كده يعني. تعال تعال.
تعال تعال. انت بتشرب سجاير؟ اه بشرب سجاير. طب يا عم وانا ابوك؟ حاضر. تعال عايز سجاير ايه؟ هات ملبور احمر. خد يا سيدي. هات. ايه ده؟ طب بص ممكن تبدلها لي بيرت اصفر؟ عايز بيرت اصفر؟ حاضر يا سيدي خد. بس تمام شكرا. هات بقى فلوس الميرت الاصفر. ما انا بدلتها بالملبور الاحمر. طب وفين فلوس الملبور الاحمر؟ هدفع حاجه ما خدتهاش. صدق صح؟ انت اديتني دي مكان لا، يبقى انا خد خد حقك يا عم. خدها دي اهي كمان علبه مارلبور احمر. انت بتشرب ايه؟ انا بشرب ميرت اصفر. ايوه صح صح، خد ميرت اصفر اهو. خد ولا تاخد مارلبور؟ خد مارلبور. لا هات ميرت. عايز ميرت؟ اه خد ميرت اهو. ماشي الحمد لله، قربنا نكبر اهو الحمد لله. طب خد دي الغلبانه دي، هتقعد حزينه كده عشان كليوباترا. خدها. لا انا عايز بوزو. عايز مين؟ عايز بوزو. بوز عمك علي؟ اديله بوزك يا علي، اديله بوزك يا علي. خد يا ابني اهو بوزو. انا عايز بوزو اللي بيتاكل. امال ده ايه؟ ده ما بيتاكلش. عايز بوزو ايه يا ابني؟ هو كده حلو قوي صح كده علي؟ كده جبرنا الحمد لله، احنا نقفل السوبر ماركت خلاص، خلصنا الحمد لله. ايوه يا علي بس انت مش فاهم حاجه. الف ب تجاره محدش يجبي عليك. استنى اهو، خد المارلبورو الاحمر بتاعتك، مش عايزين منك حاجه. يلا بقى اتكل على الله. احنا كنا جايين ليه؟ ايوه فين البنت اللي كانت عامله حادثه هنا اللي هي ام هناء؟ ام شيرين. ام هناء، انا قصدي جايب نمره امها، لان امها كنت اعرفها سنه 1942، واخد بالك؟ فهي معايا ايه؟ نمرتها. يا نمرتها معايا انا. هي فين هي البنت؟ انت عايزين البنت اللي عملت حادثه هنا؟ اه طلعت عند فكيه فوق. عند فكيه؟ اه. طب تعالى نطلع بقى نوريها امها. تعالى انا مسجلها هي ام البنت اللي عملت حادثه. يا رب ارزقنا بالبهايم يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. لو سمحت تالتة مكيفة هنا ولا هنا؟ ده على اساس ايه؟ مش ده قطر اسيوط؟ اه انت صعيدي؟ عرفت عشان رايح اسيوط. اركب اركب هو ده القطر. يلا بينا. طيب بس بسرعة والنبي يا بلدينا. ما تقلقش. بسرعة عشان متأخر بس. حاضر. توش توش. الله المنيا حلوة قوي يا اسطى. ألف شكر يا بلدينا، السلام عليكم. خد يا عم أنت الحساب. لا أنا كسكرتي طلوع ونزول. لا حضرتك راكب إيه ده؟ حضرتك راكب في مكان سبيشال عربية السواق، يعني حضرتك المفروض يعني تقدمت لك وجبة إفطار. لا ما فطرتش والله. حضرتك صحيت الساعة كام؟ أنا صاحي الظهر. الفطار من 7 ل 9 أنا آسف. لا أقنعتني، إيه ده؟ هي السكة اتطورت خالص. ألف شكر يا أمير. ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام. إيه ده؟ أنا في شارعنا. ده نصب عليا ولا إيه؟ أنا لازم أروح القسم. تاكس. أيوه. القسم والنبي. الا وين بيبان التاكسي ده اصلا؟ لسه عامل حادثه والله دلوقتي حالا. طب بسرعه بس والنبي يا ابوي. حاضر يا باشا. الله المطافي حلوه قوي يا اسطى. الف شكر يا بلدينا. كام يابا؟ 5 جنيه بس. بس ده انت زبون، خد 10 جنيه. ربنا يخليك. استنى ايه؟ الجسم فين؟ اه بص في بحر، هتركب اي معديه هتلاقي اسمه في وشك على طول. الف شكر يا امير. سلام عليكم. سلام عليكم. ايه ده؟ بحر ايه في الصحراء اللي احنا فيها دي؟ ده هيشتغلني ولا ايه؟ مفيش اي معديه هنا. معديه معديه. ايوه. بسرعه بس عشان الميه والنبي. طلع رجلك ابوك علي النهارده. حاضر. يلا يلا بسرعه. يلا. بلدي. ايه ده سواق انت ولا جني؟ انا عامل لك كل اللي نفسك فيه. الف شكر يا امير. يلا سلام عليكم. سلام يا باشا. سلام يا امير. يلا انت. سلام سلام. استنى استنى، هو اليوم الاخضر بيبان من اول لفه. يلا يا حبيبي. يلا 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 يلا, يلا. انا العب جم عشان امثل في المسرحيه دي. يلا حاسب الديكور حاسب، مش ناقصه بلاوي. على مهلك على مهلك يا حبيبي. ايه ده ايه ده؟ ده حرامي موصله بنفسه. حرامي. اه
يابا. انت بتضحك على ايه يالا؟ فرحان. فرحان ايه السمجة اللي انت فيها دي؟ ايه في ايه؟ ما انت اللي قلت ادبك. قلت ادبي انا لسه بقول لهم لو سمحت. ما هي دي قلة ادب وبجاحة مني. يوم يسقف في رجله على دماغي كده. والواد الغلبان ده انا عمال احوش عنه البواني يده بواني وانا صد كده كده. يا عم تحوش ايه؟ تحوش ايه؟ انت كل ما تودي اليد يجي فيا انا. ما انت برضه عامل لي بتقرش برشام وواقف طول الخناقه يقرش في برشام يقرش في برشام وعامل لي بلطجه على الفاضي. يا عم انت اللي من ساعه ما قابلتني عمال تقول لي طيب طيب لحد ما اقتنعت ان انا طيب. ده انا نسيت العراك. عراك ايه يا ابني؟ احنا اتضربنا من خلايجه. معلش اهدى 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 ما تحطش اهدى ايه؟ احنا شفنا ضرب اقسم بالله ما يتشاف. معلش اصل انت جديد في المنطقه هنا. ده عمل دماغي طبله يا جدع. والله حرام والله العظيم محدش يهمني. ايه يا عم بقى يا عم؟ ها ده بغزه بمطوه ده ولا اعمل ايه يا ابني؟ انت عبيط يا ابني. امال لما تحب ونصب عليا وعمل سواد قطر وعمل بهدلني اشتغل. انت اخواتك شغالين في هيئه النجم؟ ايه يا عم انت مفيش حاجه. معلش ما تزعلش. شكلك مش غريب. ايه ده؟ الف سلامه يا باشا. ايه رحت بصيت على اليافطه؟ بصيت عليها بدماغي. اتاكدت بقى ان مفيش يافطه وان انت داخل الشارع عكس؟ لا انا ما امشيش عكس يا ابني. انا شغال في المرور ما امشيش عكس ابدا. لا اما يجي البوليس بقى يبقى يشوف مين الصح ومين الغلط. ما بلاش البوليس. ايه احنا ماشيين سليم ما بنخاف. ما بتخافش؟ ماشي يا حبيبي. ثانية واحدة. اتفضل يا اخويا. الو؟ ايوه يا باشا. باشا. تمام حضرتك. يا لهوي. يا نهار اسود طب الحرب انا يا رجالة. خدني معاك خدني معاك. هات 5 جنيه. امسك يلا. دوس دوس. ماشي سعادتك. سعادتك. لا يا فندم ما تبعتش قوة. لا قوة ايه ده انا هفا. لا يا فندم مفيش. عملت حادثه بالعربيه دخلت في عربيه تانية. لا 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 ما تبعتش حد. لا يا فندم انا هاجي دلوقتي. ماشي يا باشا. سلام 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 سلام. هو موبايله ارضي. سلام 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 يا باشا. انت كنت بتكلم مين؟ كنت بكلم اللواء حامد كشري مساعد وزير الداخليه لشؤون التكاتك العظمى. متخلف. انت حفظتها ازاي دي؟ حفظتها في 3 سنين عشان كده بقيت مدير مكتبه. يا عم ما تهزرش معايا. ده اللي هو حمد كشري ده معروف. ده زياده ده. اقعد استظرف استظرف لحد ما يجي لك بالحلو دلوقتي. طب بقول لك ايه يا باشا انا احل لك الموضوع ثانيه واحده. انت دخلت قلبي على فكره. بقول لك ايه يا واد يا حسام تعال. انت شايف العطله اللي احنا فيها؟ الشارع كده هيفضل واقف ومش هيمشي. فانت روح انده البوليس وبالمره هات معاك سمكان. انت بتتكلم في الصح. انا اروح اتعالج اصلا. روح يا اخويا روح. بقول لك ايه؟ ايه؟ في حد شايفنا؟ مش عارف نتأكد. بص ايه؟ ايه ده بس انا عندي حل عبقري. ايه؟ بص يا سيدي انا هعمل ايه بقى؟ يا محمود اعوذ بالله على محمود وسنينه. عايز ايه؟ مين اللي انت طلعتهم لي دول؟ انا حبستهم في الحمام من ساعه ما طلعوا مبرقين لي كده. ما هم لازم يبرقوا. مش شايفين بوب مارلي واقف قدامهم؟ يا محمود عايز ايه؟ مش هتصلح شباك الحمامة يا محمود. لا لا الجيران بتبص عليا وانا بستحمى يا محمود. سيبيه هما يومين هيصلحوه غصب عن عينيهم. يا محمود ايه؟ مش هتيجي؟ مش هروح. اعوذ بالله. ايه يا عم ما تشوف الجرادة اللي انت مربيها دي عشان تعرفوا بس انا تعبان قد ايه. متاكد ان يعني في حد شايفنا؟ نتاكد. طب بص اهدى بس. في ايه؟ بص يا سيد انا عندي حل عبقري مش هيخطر على بال حد. استغفر الله العظيم يا رب بكل ذنب العظيم. الميه لسه ما جاتش لحد دلوقتي وانا عايز احلق دهني وعايز استحمى وليله سودا بقى. ايه رايك؟ في ايه يا عم شامبو؟ عايز ايه؟ عايز استحمى مش عايز. الميه لسه ما جاتش. بص بقى انا رايح للكوبانيه ابلغ. ماشي ماشي روح. تمام. ايه اظن هتقولي لي حماتك هتقول لك الميه ده مش كده ولا ايه؟ مراتك ايه يا عم شكشك؟ هو انت متجوز اصلا؟ مش متجوز؟ لا. واقول لك على حاجه انت ما عندكش حمام تستحمى فيه اصلا. ولا عندي حمام استحمى فيه اصلا. طب وانا مزعل نفسي ليه؟ وحاطط الصابون ليه؟ انا كده منسجم.
بقول لك ايه؟ ايه؟ هو الراجل ده من كوكب الارض؟ بص سيبك منه، ركز معايا بس، تأكد ان في حد شايفنا؟ معرفش، ولو حد شايفنا عادي. طب خلاص انا عندي الحل، ثانية واحدة. اهو كده، يبقى انت دخلت الشارع بتاعنا صح وهي اللي غلطت. يا ابن اللذينة، يبقى انت اللي بدلت رياضة المرة الأولانية. لا ده اخويا التوم مش انا. اخوك التوم؟ افهم بس دلوقتي، انا حليت لك الموضوع اهو، انا هطلع اشوف مراتي عشان هتاكل الناس اللي فوق. سلام. اتفضل اطلع يا بيه. سلام يا اخويا. اتفضل. انا كنت عارف ان انا صح والله العظيم، عمري ما غلط ابدا. انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني هنا يا بنت؟ انا في شارع الحكومه. يعني اتقابل صدفه بعد سنه ولسه برضه بتتنرفز؟ صدفه؟ احنا متقابلين في النادي، احنا متقابلين في حادثه. برضه عصبي؟ عصبي. بصي احنا مش متقابلين في حادثه وانا عصبي اصلا، يبقى كل واحد ياخد حقه بقى. تمام، كل واحد ياخد حقه. بتعمل مافيا؟ عامل فيها احمد الساعه؟ انا كنت بفهمها غلطها بالراحه بس. يا ده انت قد ما تلم نفسك يا ياض، بدل ما انزل ارقص معاك البايسبس. والنبي يا عم امن مين، تقعد على جنب عشان انا لو كحيت اخليك شفاف. يلا يا ابني اتكل على الله، مش عارفين ننام ساعه قيلوله واحنا الظهر ساعه قيلوله. ايوه مش عارفين ننام في بيوتنا. مش عارفين تناموا؟ انتوا عاملين زعماء الشارع ليه؟ يلا اتكل على الله. يلا مش هتكل على الله يا جدعان. هو انا كل يوم هجيب حد من اوضه نوم فاكيها؟ انتوا ما بتخافوش منها يا ابني؟ حرام عليك يا ابني، فاكيها الله يكون في عونك. انا مش عارف انت متجوز ولا ملبوس. وبعدين ما انا قلت لك يا علي ده مش بيتنا يا ابني، انت ما تسمعش الكلام يا علي. مش بيتنا ازاي يا علي؟ ده بيتنا اهو. لا يا عم بيتنا شباكه مدور. مدور ايه يا علي؟ احنا سنافر. يعني تخلي اللي يسوى واللي ما يسواش ده اللي هو ده يقعد يقول لنا امشوا. ده غير الواد ده بقى عايزين نربيه كمان. تعالى يا حاج انزل انت. حاضر حاضر هنربيك، عشان انت اهلك كانوا مشغولين. مشغولين بس اتربيت. انزل. ما كانوش فاضيين لربوك. حاضر ماشي انزل يا حاج. حاضر.